مشاهدينا أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج حضرموت أسبوع، والبداية دائما مع استعراض لمواضيع وتقارير هذه الحلقة. عرض عسكري مهيب لقوات النخبة الحضرمية في الذكرى الأولى لتحرير ساحل حضرموت. لوحات جدارية لرسامين مبدعين في مدينة المكلا. النشاط السمكي بمدينة الشحر بين الواقع الإنتاجي والتحديات الراهنة. جامعة حضرموت تكرم الخريجين المتفوقين من طلبة وطالبات البكالوريوس والماجستير لعامين جامعيين في مختلف التخصصات. مدرسة النجاح الأهلية تقيم فعاليات متنوعة في الذكرى العاشرة لتأسيسها. مستشفى بابكر الخيري بوادي دوعن أنموذجا متميزا في إقامة وتنفيذ المخيمات الطبية. كأس حضرموت الخامسة تعيد الحياة للواقع الرياضي وتنعش ملاعب وجماهير الساحرة المستديرة. أعمال فنية حضرمية واكبت أفراح حضرموت بأعياد تحريرها وأبهرت متابعيها. الجمرة مسلسل جديد على قناة حضرموت ضمن باقة برامجها الرمضانية لهذا العام. عرض عسكري مهيب نفذته وحدات رمزية من قوات النخبة الحضرمية احتفاء بالذكرى الأولى لتحرير ساحل حضرموت، أكد على الجاهزية العالية والمهارات المتعددة التي يتمتع بها أفراد تلك القوات. نتابع. بخطوات متناسقة جابت هذه الوحدات الرمزية من قوات النخبة الحضرمية ساحة هذا المعسكر في عرض عسكري مهيب شهده محافظ حضرموت اللواء أحمد سعيد بن بريك ومحافظ شبوة أحمد حامد لملس ووكيل أول محافظة حضرموت المقدم عامر علي بن حبريش وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والشخصيات الاجتماعية في إطار احتفالات حضرموت بذكرى 24 من إبريل ذكرى التحرير والانتصار. نحن في السلطة المحلية بفضلكم وبفضل ثباتكم وبفضل تنفيذ التعليمات بصورة دقيقة تمكننا من فرض السيطرة الإدارية والخدمية، بل وانتقلنا إلى مسائل التنمية الحقيقية لحضرموت. أتينا من شبوة بيحان، جبهة بيحان التي ما زالت تنزف حتى اليوم، نصدر كل يوم قافلة من الشهداء. أتينا لنشارككم احتفالاتكم، لنقول أيضا لقيادتنا السياسية آن الوقت لكي ننهض بهذا الإقليم، آن الوقت لكي يعلن عن إقليم حضرموت. بدأ بعد ذلك العرض العسكري الذي أبرز بشكل واضح الانضباط العسكري الرفيع لدى منتسبي تلك الوحدات المشاركة وحرصها على الثبات وحفظ الأمن والاستقرار وتقديم صورة إيجابية ومشرفة ومعززة للثقة المتبادلة مع المجتمع والمواطنين، وأكدت على غيرتها على أمن وسلامة حضرموت وقدرتها على حماية المنجزات التي تحققت فيها. نحن هذا اليوم نسجله يوما تاريخيا عظيم بالنسبة لحضرموت، بالنسبة للوطن كله. في هذا اليوم سقطت قافلة كبيرة من الشهداء في سبيل هذا التحرير، وتلا بعد ذلك سقوط العديد من الشهداء في سبيل تثبيت الأمن والأمان في هذه البقعة الهامة والمهمة جدا من الوطن الغالي الكبير. اليوم هذا يعتبر يوم بالنسبة لنا يوم عرس، عرس وطني كبير به تفتتح الصدور وتثلج أيضا، عازمين على أن نعقد العزم كلنا نحن في حضرموت على أن نقدم الجديد لأبناء شعبنا ونعمل على اليقظة الدائمة والمستمرة لغرض استتاب الأمن والاستقرار الذي نحن من أجله أتينا ومن أجله سهرنا ومن أجله عرقنا. فهؤلاء الذي تروهم أمامكم اليوم كانت يعني ثمرة عمل سنة كاملة ممتدة بجهد
وبتعليمات للقيادة السياسية والقيادة العسكرية في سبيل تنفيذ هذه ما رأيتموه اليوم. رسائل عدة حرص الاستعراض العسكري على إيصالها، منها التأكيد على الجاهزية القتالية التي تتمتع بها تلك القوات المشاركة واستعدادها التام لمواجهة أي مخاطر تهدد حضرموت وتحاول النيل منها ومن أمنها واستقرارها. رسامون شباب أبدعوا في رسم لوحات فنية على جدران مدينة المكلا، وثقت للحظات فارقة من تاريخ المدينة وحضرموت الحديث. نتابع. هذه الرسومات الجدارية الممتدة على طوال هذا الجدار الأبيض أبدعته أيدي رسامين مبدعين من شباب مدينة المكلا من فريق مواهب حضرموت، الذي نفذ مثل هذه الحملات في شوارع مكلاوية أخرى قبل سنوات. طبعا نحن كشباب خرجنا لتزيين جدران مدينة المكلا برسومات هادفة ورسوم شخصيات لها ثقلها ولها مكانتها في الشارع الحضرمي ككل. طبعا إمكانيات بسيطة، لكن نسعى أن ننقل صورة مشرفة للفن التشكيلي في محافظة حضرموت، كذلك نسعى لأن نكون انطلاقة لإنشاء هذا الفن، فن الشارع، لتزيين طرقات وشوارع مدينة المكلا. 5 رسامين أساسيين و5 مساعدين لهم مكثوا أسبوعاً كاملاً دون كلل ولا ملل من أجل إخراج هذه اللوحة الجدارية بهذه الحلة المتميزة. تزامناً مع احتفالات مدينة المكلا 24 أبريل قمنا بخروجنا لشوارع المكلا والرسم على الجدران كالفن الجرافيتي والفن الخط العربي الهادف المعبر لهذه المناسبة. جداريات متعددة أبدعتها أيدي فريق مواهب حضرموت تنوعت ما بين رسومات لشخصيات حضرمية أسهمت في معركة تحرير ساحل حضرموت، وإلى جوارها رسائل شكر وتقدير للدول العربية الشقيقة التي أسهمت في إنجاز ذلك المنجز التحرري الكبير، إلى جانب لوحات أخرى أبرزت الإبداعات الفنية للفريق في المخطوطات التي تحتوي على أبيات شعرية ومقولات لشخصيات حضرمية. طبعا هذه اللوحة اللي ورائي رسمتها لوحة متواضعة فيها كتاب اللي هو فن الكاليغرافي، الكلمات اللي فيها غالبا ما يفهمها الشخص العادي، إنما هي مكتوب كلمات من الشاعر الكبير المحضار اللي هي الأغنية المشهورة اللي غناها المرحوم كرامة مرسال، حبي لها رغم الظروف القاسية رغم المحن. طبعا اللوحة عدمية مكتملة على أساس أنه يكون فيها صورة الفنان كرامة مرسال. كان لدعم السلطة المحلية بمديرية مدينة المكلا بالتعاون مع مؤسسة فيوتشر دورا كبيرا في تنفيذ هذا العمل الفني الإبداعي، والذي يمثل المرحلة الأولى والذي ستعقبه مرحلة ثانية ستنفذ على سور قصر السلطان القعطي، وستشمل لوحات تعبر عن الهوية الحضرمية وتضحيات قوات النخبة والشخصيات الحضرمية البارزة والمؤثرة. وإلى مدينة الشحر، حيث يعاني النشاط السمكي هناك من مشاكل جمة في واقعه الإنتاجي، ويقف أمام تحديات كبيرة نتعرف عليها في سياق هذا التقرير. تعتبر الثروة السمكية أحد أهم الموارد المالية التي تعتمد عليها حضرموت الممتدة على سواحل طويلة، وتزخر هذه الشواطئ بصيد وافر من كل الأنواع السمكية، لكن هذه الثروة اصطدمت بواقع مرير ولم تكرس الدولة جل اهتمامها لتطويرها. صيادين في حي ماسة عندهم أطفال عندهم أولاد عندهم نساء عندهم بيوت عليهم كهرباء عليهم ماء، ف
ففي حي ماسة البحر وما البحر، فصار البحر الآن فوضى، الألعاب في البحر يلعبوا بكل الأسماك، والبحر ملعوب، ومن ده السنين ما قامت لائحة للبحر، وإذا عملوا لائحة يقولوا من المحافظة تصدر توصل إلى يول مسحة وتنتهي، هذا في يول مسحة تغلق اللائحة، ما توصل إلى يول مسحة وتنتهي. عدم التنظيم الفعلي لعملية الاصطياد سواء كان بالطرق التقليدية أو الطرق الحديثة عبر سن اللوائح وتفعيل دور الرقابة وتنظيم الاصطياد لدى شريحة الصيادين، والتي أخذت على عاتقها توفير أجود أنواع الأسماك للسوق المحلية وللشركات العاملة في المجال السمكي. ففي مدينة الشحر التي سجلت فيها أكبر إحصائية لمعامل الاصطياد في الجمهورية اليمنية، يعاني الواقع الإنتاجي من تدني في الفترات الأخيرة مقارنة بالفترات الماضية التي شهدت انتعاشا كبيرا. قالوا نحن هذا ممنوع وهذا وهذا وهذا، وقلنا يلا عشان الدولة تعمل خير فينا ووقفوا نحن، وتضررت إن الناس كلهم ساكن الله، وقالوا على أساس إنهم يلا يعوضوا، بقيت إن الأمور هذا حبر عورق ما حصحي الحد، لمعون للصياد لا تعويض للصياد، مواد غذائية تعبر سطح على الشحر وعلى الصيادين وتخري في محلات غير لايقة لها. شريحة الصيادين في مدينة الشحر يعتبرها البعض شريحة منسية، فهي تعاني من عدد كبير من المشاكل أبرزها صب مجاري الصرف الصحي في حوض الميناء الذي يتسبب بتلوث وأمراض للصيادين، ناهيك عن التلوث الكبير الناجم من بعض مخلفات البواخر النفطية وغيرها. فغلاء المشتقات النفطية خصوصا في الفترة الماضية والتلوث البحري والصيد العشوائي من قبل بواخر الجرف وعودة انتشار القراصنة كانت كفيلة بتقليل الانتاج والتسبب في مضاعفة المعاناة لدى الصيادين، وجعل البعض يضطرون للهجرة إلى سواحل القرن الأفريقي لطلب الرزق هناك، الأمر الذي يعرضهم للمخاطر. والله نطلب من المسؤولين المختصين بشؤون الصيادين ينظرون في الصيادين الشحر، لأن أكثر كتافه من الصيادين في مدينة الشحر، ينظرون من التعويضات الصيادين، الآن الشغل معاجي ألا كله في السمال. يطالب الصيادون في مدينة الشحر بسرعة تفعيل اللوائح التنظيمية لعملية الاصطياد وتطبيقها عبر الرقابة لعلها تحفظ ما تبقى من هذه الثروة التي لحق بها ضررا كبيرا خلال العقود الماضية. جامعة حضرموت احتفت خلال هذا الأسبوع بتخريج طلبة وطالبات البكالوريوس والماجستير لعامين ماضيين في مختلف التخصصات. نتابع. نظمت جامعة حضرموت بقاعة الفقيد علي هدبة عباد برئاسة الجامعة حفلا تكريميا للخريجين المتفوقين من طلبة البكالوريوس والماجستير للعامين الجامعيين 2014-2015 الميلاد في مختلف التخصصات والأقسام بكليات الجامعة. هي بلادي مهد الصبا وأرض أجدادي. 40,730 خريجا من حملة البكالوريوس و55 خريجا من حملة الماجستير هم عدد المحتفى بهم من خريج الجامعة من مختلف التخصصات. كلمات ألقيت من قبل محافظ حضرموت اللواء الركن أحمد سعيد بن بوريك ورئيس الجامعة الدكتور محمد سعيد خنبش، وكلمة تسجيلية أخرى للشيخ المهندس عبد الله أحمد بقشان رئيس مجلس أمناء جامعة حضرموت، لتتبعها كلمة الطلاب الخريجين التي ألقاها الطالب صلاح أحمد بلعلى. يختلط نجاحنا بدموع أم بذلت أغلى ما عندها من أجل هذه اللحظات، وبشموخ أب أثنى حياته من أجلها، فتحية للآباء والأمهات. الرجال العظام يا سحابة تهلم الغيث هو الغيال عرض علمك الله بالصفا والسلام.
فقرات إنشادية ووصلات غنائية قدمها المنشدون عبدالله العامري وسالم مؤمن كانت ضمن فقرات الحفل، ليتم بعدها تكريم الطلاب الخريجين والمتفوقين الحاصلين على ميدالية التفوق للعامين الجامعيين 2014 إلى 2016 وتسليمهم الميداليات وشهادات التفوق. طبعا جامعة حضرموت حرصت في السنوات الأخيرة على إقامة هذا الحفل السنوي في كل عام لتكريم الطلاب، بعد هذا يعقبه توزيع شهادات تخرجهم، لأن الشهادات كانت في فترات سابقة تتأخر عدة سنوات. الآن طلابنا بعد أن تنتهي فترة الامتحانات وتصدر النتائج ويتم إقرارها في مجالس الكليات ومجلس الجامعة، يتم استصدار شهادات تخرجهم، بعد ذلك يتم توزيعها عليهم. أهني وأبارك لكل الخريجين بجامعة حضرموت للعام الدراسي 2004-2015 و2015-2016، وأقول لهم ألف مبروك النجاح وعقبال الوظائف. طبعا احنا محتاجين للدعم، سواء كان الدعم هذا حتى لو كان معنا، وبالنسبة لنا هذا شيء يؤثر في تطورنا حتى في أحلامنا في مستقبلنا. نتقدم بالتهنئة لكل الخريجين والخريجات إن شاء الله، ونقول ألف مبروك للجميع، ونتمنى إن شاء الله يستمروا على هذا المنوال إن شاء الله. كما تم تكريم محافظي حضرموت والمهرة بدرع الجامعة، وكذا تكريم المؤسسات الداعمة للتعليم بدروع تذكارية، وتكريم المهندسين المساهمين في إنجاز مبنى مجمع كليات المستقبل الجديد بشهادات ودروع تذكارية، عرفانا بإسهاماتهم في إنجاح هذا الحفل الذي يقام تزامنا مع احتفالات حضرموت بالذكرى الأولى لتحريرها. فعاليات متنوعة شهدتها مدارس النجاح الأهلية بمدينة تريم احتفاء بذكرى تأسيسها العاشرة. نتابع. فعاليات متعددة حرصت على إقامتها مدارس النجاح الأهلية بمدينة تريم في الذكرى العاشرة لتأسيسها تحت شعار 10 سنوات من العطاء والبناء. 3 أيام متتالية شهدت جملة من الفعاليات التي نظمتها المدارس، ابتداء بحفل التدشين الذي احتوى على عدد من الفقرات الممتعة والهادفة. من ضمن الفعاليات كذلك كانت في الحفل استعراض للفرقة الكشافة التي نالت استحسان الحاضرين، وطبعا كان هذا الحفل هو بداية وتدشين انطلاق الفعاليات التي امتدت لمدة 3 أيام متوالية، كانت يوم 3 و4 و5. ابتدت من الساعة 9 صباحا يوم 3 وانطلقت إلى يوم 5 الساعة 4 عصرا. إدارة المدرسة كذلك عقدت ورشة عمل بعنوان دور التعليم الأهلي في خدمة المجتمع، قدم أوراقها عدد من الدكاترة والمختصين والباحثين، وشهدت حضور من قبل عدد من المختصين بالجانب التربوي وعدد من مدراء المدارس والمتقاعدين التربويين، كما حضيت أوراق العمل بمناقشة ومداخلات من قبل الحاضرين، لتتمخض في نهايتها عن عدد من المخرجات والتوصيات التي ستقدم لمكاتب التربية والتعليم ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة. تعددت المحاور والعناوين الرئيسية لهذه الورشة، وطرقت عدد من القضايا التربوية والتعليمية الهامة التي بإذن الله عز وجل ستكون تقييم للمدارس في فترة 10 سنوات من تأسيسها، وكذلك ستضع أرضية صلبة تنطلق عليها بإذن الله عز وجل المدارس في 10 سنوات القادمة. معرض علمي وإبداعي نظم كذلك، رسم خلاله الطلاب والطالبات إبداعاتهم، وأظهروا للزوار ما يمتلكون من مواهب في شتى المجالات. ركزنا على في هذه اللينها أن يتم العرض أو العروض هذه للوسائل التعليمية، وأيضا الأعمال التعليمية التي تنفذ في داخل الصفوف الدراسية أثناء تنفيذ المنهاج. استقبلت المدارس خلال أيام الفعاليات الثلاث العديد من الزوار من المدارس الحكومية والثانويات والروضات الخاصة، والذين عبروا عن إعجابهم بما شاهدوه من إبداعات ومواهب تعكس مدى اهتمام المدرسة بالأنشطة اللاصفية التي تساهم في اكتشاف مواهب الطلاب.
واحد من المستشفيات الرائدة في إقامة وتنفيذ المخيمات الطبية، إنه مستشفى بابكر الخيري بوادي العين. عن تجربة هذا المستشفى نتابع التقرير التالي. عندما تسمع عن مخيمات طبية يذكر على الفور اسم مستشفى بابكر الخيري بوادي العين، الذي يتميز دائما وعلى مدار كل سنة في استضافة للمخيمات الطبية المتنوعة في جراحة المسالك البولية وجراحة العيون وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، وأيضا في عمليات التجميل، وبلغت حتى الآن 80 مخيما من مختلف التخصصات. الآن طبعا نفذنا كما قلنا اليوم نختتم مخيم الأنف وذو الحنجرة، معنا مخيم العيون إن شاء الله، بعد رمضان سيكون معنا مخيم المسالك البولية، وبعده سيلي إن شاء الله المرحلة الثانية من مخيم الأنف وذو الحنجرة، وبعد عيد الأضحى إن شاء الله سيكون معنا مخيم التجميل، وبعده سيكون مباشرة المرحلة الثانية من مخيم العيون إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. لدينا طبعا طموح كبير في هذا المشروع أن نطوره، وربما لدينا أيضا طموح أن نحول كل هذا المشروع إلى عيادات ثابتة. لدينا خطط بهذا الكلام إن شاء الله نرفعها إلى الأخوة القائمين على الجهة المشرفة على المستشفى، وهي مؤسسة صلة التي أيضا بالمناسبة نقدم لها كل الشكر وكل التقدير على وقوفهم إلى جانب المستشفى وعلى دعمهم المستمر، كما هو الشكر موصول لراعي هذا العمل الخيري اللي هو الشيخ عمر صالح بكر وإخوانه وآل بكر الكرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم كل خير. كذلك هو الشكر للسلطة المحلية ولجميع الشخصيات الاجتماعية القائمين في على هذا الصرح، والشكر كذلك لكل الطاقم العامل في هذا المستشفى لما يقدمونه من جهود كبيرة لإنجاح هذا المشروع. تعتبر هذه المخيمات من الأنشطة الخارجية التي ينفذها المستشفى، وهي من المشاريع التي تتميز بها لما تقدمه من خدمات كبيرة في تخفيف معاناة المرضى من مختلف مديريات حضرموت وكذا المحافظات المجاورة. نشكر جميع القائمين على هذا المستشفى من إدارة وموظفين، وكما نقدم جزيل الشكر والتقدير لفاعل الخير عمر صالح بابكر، وكذلك مؤسسة صلة على ما تقوم به من دعم ومساندة لهذا المستشفى. تلك المخيمات التي يقيمها مستشفى بابكر الخيري تتميز باستضافتها العديد من الأطباء والاستشاريين المتميزين من خارج اليمن، مما يقلل العبء الكبير على المرضى ويختصر عليهم مشوار السفر إلى الخارج. وليس هذا فقط، بل تتميز أيضا بقلة التكاليف المالية للعمليات التي تجرى. تقتصر المخيمات على أبناء وادي العين وأبناء مديريات المجاورة، وكذلك المستشفى تتبنى برضو مخيمات عبر المديريات في الساحل وفي الوادي، فتعتبر مستشفى الشريان بين مديرية الوادي ومديريات الساحل. عندنا حالة هذا تبع المخيم، سوينا له عملية والحمد لله طيب بخير، ونشكر أصحاب المخيم وبذكر فاعل الخير الله يطول عمره، والحمد لله الحين إن شاء الله مخلصين. هذا المخيم الذي يعد السادس بعد 20 لجراحة الأنف والأذن والحنجرة شهد 272 عملية جراحية وإجراء عمليتين لأول مرة في المستشفى في زراعة القوقعة لطفلين، والتي تعتبر من العمليات النوعية النادرة وحققت نجاحا كبيرا. عطان حول موعد وينا ورحنا نكلس وين الكشفيات وينا عندهم وقرر لها عملية قوقعة، وسوينا العملية إن شاء الله والحمد لله اليوم ممكن نخرج إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، الأمور تمام إن شاء الله في انتظار المزيد من الحالات، لأنه فعلا يعني في فترة المعاينات اللي احنا قضيناها هنا يعني وجدنا عدد كبير من المرضى اللي يحتاجوا زراعة القوقعة. ما كان هذه الجهود أن تثمر لولا الدور الكبير الذي تقدمه مؤسسة صلة للتنمية متمثلة بأبناء بابكر في دعمهم المتواصل والمستمر لمثل هذه المخيمات الطبية الناجحة. أعادت كأس حضرموت الخامسة لكرة القدم الحياة للواقع الرياضي بحضرموت، وأنعشت ملاعبها وجماهير الساحرة المستديرة. يا
وسط حشد جماهيري كبير تجاوز 20,000 متفرج، كان بمثابة عرس كروي جميل واستفتاء جماهيري على أهمية هذا الملعب وضرورة تأهيله وتعشيده، بعد أن زحفت إليه الجموع الغفيرة وعشاق كرة القدم من كل مدن ومناطق وادي حضرموت. وهو الحشد الأكبر لهذا الملعب، وبه أكد أبناء الوادي وبالواقع الملموس وأمام أعين الجميع من مسؤولين وشخصيات رياضية وإعلامية أنهم يستحقون أكثر من ملعب رياضي بمواصفات دولية. دخلت هذا الملعب والله استغربت من الجماهير الكبيرة الجماهير أول مرة أشوفها، واستغربت من الملعب لأنه طين مفروض يكون عشب، ما بدأ شفت زي هذا مثل. نعم، وبالخاص جمهور الوحدة أكثر طبعا، وإن كانت المسافة إلا أن جمهور الوحدة حضار بكون على المسافة. السلام زعيم الوادي له بصمات خاصة، هذا السلام هذا هو إذن نهائي الجمهور وجمعة أطلق عليها القمة الجماهيرية، قمة حفلت مجرياتها بأداء كروي راق من قبل الفريقين. الجمهور ما تهمه النتيجة، ما دام الأحمر هذا العشق بس هذا يكفينا، معانا احنا بالحلوة وبالمرة بس قال ربك وفقنا. إن شاء الله منتصرين إن شاء الله بإذن الله 2-0 لصالح الوحدة إن شاء الله. كل من حضر أو نظر هنا كان شاهدا على أكبر تجمع رياضي لم تشهد له حضرموت مثيلا في تاريخها الكروي، وحتى بشهادة لاعب الستينات والسبعينات الذين أكدوا أنه التجمع الرياضي الأكبر. نعم. كيف شفت الجماهير هذه اللي تحضر اليوم؟ أنا الأول مرة أشوف جماهير كما هذه. أنت كنت أيضا لاعب من السبعينات والثمانينات؟ نعم. تؤازر من اليوم وتشجع من؟ الوحدة. تتوقع من بيفوز؟ فوز الخصم. تشجع من اليوم؟ السلام غرفة. ليش؟ أنا منتصرين. طيب وهذا الديك هذا إيش يسوي هذا؟ هذا شعار حق السلام. ايش الديك؟ الديك برتقالي وازرق. ضربة حرة مباشرة قادمة لنادي الوحدة، لعل الدعوات قادمة من مدينة تريم، يشاهد ومتابع كرة قاتمة ولعل الخواتيم قاتمة، أبش وليد راسية قادمة ولكن العملاق. إلا أن رغبة السلام في الوصول للنهائي كانت واضحة، استطاع من خلالها تسيير المباراة لمصلحته وكيفما شاء، حيث فاجأ السلاميون شقيقهم الوحدة بهدف مبكر في الدقيقة 9 عن طريق اللاعب أيمن بعوان. وفي الشوط الثاني تمضي الدقائق سريعة ويرفع الحكم الوقت بدل الضائع، وفي الدقيقة الأولى منه يفاجئ لاعب السلام الواعد بندر خالد الجماهير الوحداوية بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك كهدف ثاني، وبه انتهت أحداث المباراة، ومعها يطير السلام إلى نهائي البطولة لمقابلة شعب حضرموت هناك في نهائي ساخن في ساحل حضرموت. ومن وسط مدرجات الأستاد الأولمبي طالبت الجماهير السلطة المحلية والقائمين على مكتب الشباب والرياضة بسرعة تعشيب الملعب ليكتمل جمال الصورة ولينتظم أداء اللاعب الرياضي. خلال أسبوع احتفالات حضرموت بذكرى تحريرها الأولى برزت العديد من الأعمال الفنية المتميزة التي واكبت تلك الاحتفالات وأبهرت المتابعين لها. أعادت ذكرى التحرير الأولى لساحل حضرموت الروح إلى الأغنية الوطنية بعد أن غابت لفترات طويلة عن الساحة الفنية في حضرموت. على مدى أسبوع كاملا ظهرت على الشاشات وعبر أثير الإذاعات وسط مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الأعمال الفنية لمبدعين شباب من أبناء حضرموت في قوالب متعددة ومتنوعة. عز الوطن في حماكم، سيروا ربي رعاكم، والشعب كله معاكم في حضرموت الأبية. سيروا في حمى الله المعين، كونوا قدوة للعالمين،
انشدوا وقولوا انشدوا وقولوا لاجلك يا وطن فداك ارواحنا. تلك الأعمال الفنية تغنت في مجملها ببطولات قوات النخبة الحضرمية وحيت تضحيات أبطالها البواسل وشدت على أيديهم في بذل مزيد من الجهود من أجل حاضر ومستقبل حضرموت، إلى جانب تأكيدها على الهوية الحضرمية وافتخارها بإرث الإنسان الحضرمي الكبير ودعوتها للحفاظ عليه. لاقت استحسان كبيرا لدى المتابعين للعرس الحضرمي الكبير داخل وخارج حضرموت، وأكدت على قدرة الفنانين الحضارمة على إنتاج أعمال فنية معبرة وراقية تواكب اللحظات العظيمة وتخلدها. من الماضي الأصيل جينا نعيد المجد للمجد أصالة عايشة فينا عرفناها من ليلة نفخر ونتفاخر ونبني غدنا زاهر ونرجع مثل ما كان بأهلي حضرموت. شامل شاف المكلذب عشقا في شواطئها مناظر تستحق الاعجاب. إلى جانب هذه الأعمال الفنية الثلاثة أنتجت العديد من الأعمال الأخرى لفنانين معروفين وهواة، تمثلت في العديد من القوالب الفنية المتنوعة كالأغاني الفرائحية والوطنية والأوبريتات وفن الشيلة وغيرها. حبيتها وحميتها في من حما والحب يجري في عروقك والدماء. حبيتها وحميتها في من حما والحب يجري في عروقك والدماء. والله والتاريخ والأمة شهود مهما مهما يطير الطير في جو السماء لازم إلى الشعور. الجمرة مسلسل جديد بدأت قناة حضرموت بتسجيل حلقاته بمشاركة كوكبة من نجوم الدراما، وسيتم عرضه على شاشتها ضمن باقة برامجها الرمضانية لهذا العام. نتابع. هنا في حضرموت ومن وسط بيئتها بدأ تصوير أكبر مسلسل للدراما التاريخية والبدوية بمشاركة نجوم التمثيل اليمني وأدوار بطولة يجسدها ممثلون حضارم لتقديم رؤية جديدة للدراما. بإذن الله تعالى بلعب دور مشعل، دور البطولة في مسلسل الجمرة بإذن الله تعالى. أصعب دور، وهو أصعب دور أنا يعني إيش أخذه في حياتي الفنية. حاولت أتقمص الشخصية لأن شخصية مركبة، شخصية صعبة جدا وتعاصر عدة مشاكل وعدة صراعات بين البادية الحضرمية. والله هي مسلسل جبرة طبعا يأتي بعد أعمال كثيرة طبعا، خاصة الإخوة ممثلين من صنعاء
ومن حضرموت وكثير صراحة من أيضا من العنصر النسائي. فإن شاء الله بإذن الله في هذا العمل الجمرة نقدم شيء فريد من نوعه صراحة مع إخواننا طبعا الممثلين من صنعاء وعلى رأسهم طبعا الأخ الأستاذ الفاضل فهد القرني وإخوة طبعا معاه مجموعة، وإن شاء الله نقدم عمل جميل جدا إن شاء الله. مسلسل الجمرة قصة كتبها المؤلف عمر الجوهي لأحداث تدور وتمثل في بيئة حضرمية بعد أكثر من عام من الإعداد والتحضير والتجهيز. الكاتب عمر الجوهي وهو كاتب حضرمي رائع جدا، نوجه له التحية. التقيتم به كثيرا؟ التقينا به كثيرا نعم، احنا زرناه وكان النص جاهز وأخذناه ثم يعني عولق دراميا وعطيناه عندنا ملاحظتنا على الأشياء الدرامية المهنية فقط، أما موضوع القصة فكان للأخ عمر و كانت رائعة جدا. مسلسل الجمرة مسلسل يتحدث عن التراث الحضرمي الرائع بتفاصيل الحياة، الحياة الحضرمية القديمة قبل 150 سنة إضافة إلى حياة بعض القبائل البدوية في الجزيرة العربية عموما. هذا المسلسل ما أريد أن يفهم المشاهد أنه لا يقدم لأبناء حضرموت، يقدم للوطن العربي، جمهور العرب. نحن نريد أن نقدم حضرموت للعرب مش لأبناء حضرموت، أبناء حضرموت يعرفوا حضرموت. نريد أن نقدم تراثنا البدوي للجزيرة العربية، نقول لهم هنا حضرموت بتراثه الرائع. تم تدشين التصوير بحضور الوكيل المساعد لمحافظة حضرموت المهندس حسام السعيدي ومدير عام مديرية تريم العقيد منصور التميمي. تسهيلات وتواصل مستمر من السلطة المحلية بحضرموت يعكس الاهتمام بالإنتاج التلفزيوني والعمل الدرامي. كل ما لاحظناه من طاقم فني وتمثيلي متنوع ومتشكل من كل محافظات الجمهورية استدلالا على هذا المكان الكبير الحضرموت وعلى نقل هذا التراث والموروث الحضرمي، ونحن بهذا المقام نشكر كل القائمين وكل الطاقم الفني والتمثيلي. طبعا هي حضرموت غنية بثقافتها، غنية بثروتها أيضا، سواء كان موروثها الشعبي والفني والإبداعي وكل شيء من هذا النوع، ولكن إن شاء الله نحن بعد هذا المسلسل سينقل حضرموت إلى نقلة نوعية لإنخراط أيضا في عدد من المسلسلات إن شاء الله القادمة. جهود متواصلة تبذل لإنتاج حلقات هذا المسلسل الحصري بقناة حضرموت، والتي ستبث حلقاته اعتبارا من أول أيام شهر رمضان الفضيل. أتوقع أنه المسلسل سيكون من أفضل المسلسلات الدرامية على الشاشات اليمنية. نتطلع أنه المسلسل يكون محطة كبيرة جدا لعكس التراث والموروث الحضرمي خاصة في البادية الحضرمية. أيضا نحن في قناة حضرموت دفعنا بقوة لإنتاج هذا العمل، وأتوقع أنه سيعمل نقلة للدراما اليمنية. طبعا المسلسل عبارة عن ملحمة درامية كبيرة اجتمعت فيه كثير من النجوم الدراما في اليمن، ركزنا كثيرا على النجوم الحضارم وأيضا ظهار وجوه جديدة من النجوم من حضرموت. ما الذي يمكن أن تقدمه من خلال العزف الموسيقي والهوية الصوت؟ والله في الحقيقة بالنسبة للمسلسل يعتبر بالنسبة لي في الآن تحدي، لأنه أنا كيف بقدر أطلع موسيقى تصويرية بدوية، كيف أقدر أجيب موسيقى تصويرية وحط فيها كل الأجواء البدوية في نفس الوقت في أكثر من جو، حزن على أكشن على كذا، فكنت حريص جدا أنه أجي اليوم أحضر في اللوكيشن. مخرج المسلسل فلاح الجبوري أوضح أن هذا العمل يعتبر إضافة جديدة للدراما البدوية نظرا لغزارة الموروث الحضرمي وتنوع الأحداث والقصص التاريخية. مسلسل بدوي يتناول الموروث الحضرمي بكل تفاصيل البدوية، ويتكلم عن حقبة يعني ما قبل 50 أو 60 سنة مرت في حضرموت. أيضا يحمل قصة رومانسية اجتماعية، ومن خلال هذه القصة أو الحكاية راح نستعرض أهم الأعراف والأسلاف والعادات والتقاليد عند البدو في حضرموت. إذن لكل المشاهدي القناة ماذا يمكن أن تقول لهم من على حضرموت؟ أنا ما حبيت أدخل بتفاصيل القصة عشان أبقيه مفاجأة. أقول لهم انتظرونا في رمضان على قناة حضرموت. الله يحفظك. أشكرك.
إذن هكذا طبعا عايشنا وإياكم أول الأحداث هنا في موقع التصوير للمسلسل الذي ستجري وستجرى هنا أحداثه لثلاثين حلقة متواصلة، تبدأ أيضا حكايتها منذ الأول من رمضان وحتى الثلاثين من رمضان بإذن الله تعالى مع مختلف نجوم التمثيل والدراما بمحافظات الجمهورية وكذلك أيضا بنجوم ممثلي حضرموت وطاقم عربي من الإخراج والإضاءة وكذلك أيضا التصوير، وتابعونا في رمضان. مشاهدينا بهذا التقرير نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات حضرموت في أسبوع، حتى الملتقى في الأسبوع القادم، دمتم في أمان الله وحفظه ورعايته، إلى اللقاء.